أستاذ بوحسيني، السؤال اللي كيطرح نفسه اليوم هو واش الفنان المغربي دائما كيتسنى الزميل ديالو الفنان باش يكرمو باش يعيد للاعتبار، في حين ان الدوله كاين بعض الاتجاهات تكون دائما مقصره في هذا الجانب. هذا شو رايكم انتم؟ هو هذا الجانب الاجتماعي الخاص بالفنانين هو ماشي غير بوحدو، يعني كان مهمل منذ فترات، ولكن حاليا كاينه مبادرات تشريعيه مهمه وكاينه خطوات كتخذ في هذا السياق. غير هو يجب الفصل ما بين جوج ديال الحوايج، يجب الفصل ما بين فئه الرواد، يعني الناس اللي كبروا واسدوا خدمات كبيره للفن بصفه عامه، ما كنهضرش غير على مجال الفنون الدراميه اللي هو المجال اللي كنأطروه، ولكن في المجالات الاخرى ايضا اللي كتطرح نقابات فنيه صديقه. بالنسبه للرواد يعني اعتقد انه تيخصهم معامله خاصه، لانه الشباب اللي جايين واللي كيمارسوا الان، وماشي غير الشباب حتى جيل الوسط، يعني كاينه افاق مهمه لهذا المجال، خصوصا بعد صدور قانون الفنان والمهن الفنيه، والان كاينه التعاضديه الوطنيه للفنانين، وكاين مرسوم سوف يصدر قريبا تنفيذا للماده 20 من قانون الفنان والمهن الفنيه. النقابه ماشي هي اليه ديال النظام، هي كتدافع وكتناضل وكتاثر وكتقترح، وهذا الشيء راه معروف وكنديروه كنتقاتلوا باقصى ما يمكن، لانه كنحاولوا نربحوا واحد الوقت ديال الاشياء كثيره ما درتش في حينها. شوف، هو الوزير العرج لن ارمي عليه الورد، ولكنه من اجمل وزراء الثقافه، ويؤمنون بان الاسره الفنيه واحده وانهم مقصرين كثيرا، ولكن المغربي بصفه عامه يجب ان يتخلص من عقده الاخر، عقده الاجنبي. نعمان مثلا تيخدم العام كله وتنتج وتنصوب لي كليب وتنمشي ندير مروكو دي في امريكا وما تنهدنش، وملي تيجي وقت الغله تعرف بحالي بحال المغاربه تنربعوا يدينا وتيجيو الاجانب ياخذوها، وكفى كلاما. وشوف الخوت الا ما تضامنوش مع بعضياتهم شكون غيتضامن معاهم؟ هذه راه مساله منطقيه، يعني الفنان العائله الفنيه كتجمع كتكرم واحد الرمز ديال الفن المغربي، هذه عادي من الطبيعي، يعني ان الوسط الفني هو اللي ياخذ المبادره، ولكن الحمد لله كنلقاو الدعم من بزاف ديال الجهات اللي تاهي كتساهم وكتشجع، يعني هذا هو المهم.